الصورة زمنها دقيقة أو يمكن كده كم ثانية، مش منطق أكشر فيهم. أنا بضحك جدا في الصورة وبعيط في الناحية التانية، وساعات لما يفيض بيا وبخاف تغلبني عناية ودموع تبوش صورتي وتبهد لون ورا لون كل الواقفين فيها جنبي، بالراحة بغير دوري وبقول يا جماعة أنا اللي هصور، والصورة بتطلع حلوة تخيل. مع إني أخدت اللقطة وأنا شابع موت من جوه، وعشان شفت الكواليس ما بقتش بصدق حد. الغايب من التفاصيل هو الشيء اللي بجد، لو قلبه مناقص ذكرى تبقى الفرحة اللي تعاشت ومحدش فضي لحظتها يجري يدور على الكاميرا. خلينا نقول الصورة زي بطاقة إثبات أو عقد مضاهي الزمن إنه أساساً قد فات، موقفش معانا وقفتنا للصورة في وضع ثبات. وأما نشوف تواريخ الصورة هنصدق إننا عبط من بدري وقفنا حداد على موت أجمل لحظات.